السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي على قناتنا يوغي وأرابز دولينكس. اليوم أتينا لكم يا أصدقائي في مجموعة جديدة وهي مجموعة المال لكن بطريقة مختلفة جدا، وهي أنك تهاجم هجوم مباشر على خصمك وتضيع كل نقاطه وتفوز يا صديقي. نعم، قبل ما نبدأ ونشوف هذه المجموعة يا أصدقائي بسرعة حط اللايك لهذا الفيديو واعمل اشتراك إذا أنت مش مشترك في القناة حتى يصلك جديد الفيديوهات والمجموعات الجديدة يا أصدقائي. خلينا نشوف هلا يا اصدقائي المجموعه ونشوف بتضم من اوراق. مثل ما انتم شايفين يا اصدقائي هذه هي المجموعه. حتقول لي ايش اللي يصير في هاي المجموعه؟ انا اقول لك يا صديقي، اول شيء نستخدم سكيل مينز فروم ذا ديب. هذا السكيل يا صديقي لهذه الوحوش بخليك تهاجم هجوم مباشر، لكن بعد ما تهجم هجوم مباشر يا صديقي وحشك بروح للمقبرة. عشان ما يروح للمقبرة وبسرعة تفوز يا صديقي لازم بعض الشغلات. اول شيء انك تجيب بطاقات تزود نقاط الهجوم لوحشك يا صديقي، وبظن هاي افضل بطاقة لانه تعطيك 1500 نقطة هجوم، وبهيك بصير معدل هجوم هذه الوحش حوالي 4100 مثل هيك شيء. تمام يا صديقي، ومحتاجين هاي منها بطاقتين او ثلاث حتى نقدر نجيب بطاقة الماء لانه ضرورية للسكيل، لانه ما بتفعل السكيل الا بهاي البطاقة. تاني شيء يا اصدقائي لو ما اجاك سحب كويس فحط من هاي ثلاثة من ثندر دراجون، وبعد حط من هاي اثنين او ثلاثة حتى تقدر تفعلهم وتبدلهم ويجيك بطاقات افضل من ناحية هاي او هاي. ثالث شيء اصدقائي او رابع شيء على ما اعتقد بدك بطاقات تنفي لك الفخ والخصم، الفخ والسحر لدى خصمك يا صديقي حتى ما يأثر عليك وانت بتهجم هجوم مباشر لحتى تهزم. فبظن هاي منها اثنين او ثلاثة جيد، انا عندي واحدة لكن اذا عندك انت تنتين او ثلاث جميل جدا، وبدك من هاي اثنين او ثلاث برضو لانه جميلة جدا ايضا. تمام اصدقائي شفنا المجموعة، والان سوف ننتقل الى المبارزات ضد هاي المجموعة واشوفكم بفيديو لاحق اصدقائي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات وتحطوا لايك لهذا الفيديو. والان يا اصدقائي اترككم مع المبارزات. Let's go.